يقول: في العام الماضي أديت فريضة الحج والحمد لله، وقررت بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر أن أتعجل، وقد ركبت السيارة في وقت ضيق جدا ولم تكن هناك إمكانية لرؤية الشمس، ولكن ريثما تجاوزت قليلا اللوحة المكتوب عليها حدود منى أو بداية منى سمعت الأذان لصلاة المغرب، وبدأ يراودني الشك من حين لآخر، ولم أكن متيقن من أني خرجت من ذلك قبل الغروب أو بعده، فماذا ينبغي علي أن أفعل؟ وهل حجي صحيح؟ الحج صحيح وليس عليه شيء، والإنسان إذا نوى التعجل وركب سيارته ومشى فليمضي في سيره ولو غابت الشمس وهو في منى، لأن الرجل تعجل ومشى. لكن أحيانا تحجز السيارات أو تتعطل سيارته بدون أن يختار البقر، فنقول امضي في سيرك ولا حرج عليك.